السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا ومرحبا بالمشتركين والمتابعين. معكم يوسف بقناة جو اوتوموبيل. بداية احب اشكر كل من دعمنا بالقناة سواء باشتراك او بلايك او بتعليق. اما بالنسبة للي ما اشتركوا بالقناة اتمنى يشتركون ويفعلون زر التنبيهات ويضغطون على لايك. بالاضافة ياليت تكتبون لنا اراكم بالنسبة للسيارات اللي بنصورها اليوم من ناحية المواصفات والسعر، وش السيارات اللي تبغونها نصورها لكم بالمستقبل. طبعا اكثر السيارات اللي بتحظى على تصويت اكثر بنستعجل في تصويرها اكثر. بلا شك اليوم حنا في معرض التركي للسيارات بمكة المكرمة، بنصور لكم على السريع تويوتا راف 4 موديل 2020 فئة الستاندر بالنسبة لمحرك الهجين ومحرك البنزين. طبعا السيارتين وارد عبد اللطيف جميل الوكيل الحصري بالمملكة العربية السعودية لسيارات تويوتا ولكزس. بالنسبة للون الفضي فهو محرك البنزين، اما بالنسبة للون الرمادي فمحرك الهجين. طبعا اللون الفضي درجة من درجات اللون الرصاصي، لكن مكتوب في المستندات بأن اللون فضي. هذه معلومة بسيطة كذا. فبنبدأ بمحرك البنزين، بعد كذا بننتقل لمحرك الهجين. طبعا بعد ما تم تغييره في 2019 تويوتا راف 4 تم تغييره بشكل كامل بالنسبة لمواصفاتها الداخلية والخارجية ومواصفات المحرك، أصبحت عليها الرغبة بشكل أكبر وازدادت نسبة مبيعاتها بشكل ملحوظ. طبعا جميع فئات تويوتا راف 4 دفع رباعي، طبعا فئات تويوتا راف 4 بالنسبة للوكيل الحصري بالمملكة العربية السعودية عبد اللطيف جميل، بالنسبة لفئات تويوتا راف 4 أربع فئات، فئتين بنزين وفئتين هجين. طبعا فئات الهجين تبدأ أسعارها من 93,000 انتهاء ب 110,000، هذه فئة الهجين. المعذرة، هذه فئة البنزين. أما فئة الهجين تبدأ أسعارها من 110,000 انتهاء ب 133,000 ريال. الواجهة الأمامية، الواجهة الأمامية نفس الواجهة ما فيها أي اختلاف بالنسبة لفئات الستاندر. كل السيارتين بدون كشافات والإضاءة LED نهارية. بالنسبة للمصابيح فالعالي والواطي هيلوجين، المعذرة العالي والواطي LED، غير اللوجو أو شعار تويوتا باللون الأزرق في بالنسبة لمحركات الهجين بشكل كامل على عكس محرك البنزين. شعار بنفس لون السيارة أو بدون أي لون المعذرة من الجنب، شعار أو عبارة هايبر البنزين ما فيها أي شيء، إشارات بالمرايات، المقابض بلون السيارة. طبعا راح نذكر تقييم استهلاك الوقود، بنذكر اغلب التفاصيل والمميزات للفئتين. من الخلف نفس الموضوع، شعار المصنع او شعار شعار تويوتا بشكل عام باللون الازرق، تويوتا رافور هايبر، وحساسات خلفية فتحتين عادم. بالنسبة للمحرك الهجين نفس الموضوع، فتحتين عادم وفتحتين بالنسبة للمحرك الهجين والبنزين نفس الموضوع، ما فيها اي اختلاف غير كلمة الهايبرد في محرك الهجين تختلف، اما هنا فور ويل درايف. أربع حساسات خلفية بالإضافة لجناح خلفي وزعنفة القرش بنفس الموضوع، كشافات ضباب ما فيها أي اختلاف. خلونا نشوف تقييم استهلاك الوقود في السيارتين. نبدأ بتقييم استهلاك الوقود في البنزين.
كلية البنزين يمشيك 16.3 كيلو، التقييم ممتاز بلاس، بنزين 91. واضح كذا، دفع رباعي، سيارات متعددة الاستخدامات. خلونا نشوف محرك البنزين، المعذر محرك الهجين، كلة البنزين يمشيك 22.2 كيلو، التقييم ممتاز بلس. طبعا البنزين مثل ما شفتم هناك بنزين 91، لكن هنا مذكور هجين، دفع رباعي. خلونا نتكلم عن مواصفات المحرك. طبعا نعرض لكم المحرك بالإضافة إلى عرض المحرك كمان. المعذرة. طيب خلونا نتكلم عن مواصفات المحرك في الهجين. 2500 سي سي، دفع رباعي، 4 اسطوانات، الاحصنة فيها 210 حصان، العزم فيها 200، المعذرة الاحصنة 210 حصان، العزم 227 نيوتن. بالنسبة للمحرك للبنزين 2000 سي سي، دفع رباعي، 4 اسطوانات، الاحصنة فيها تقريبا 170 حصان، العزم تقريبا 200 نيوتن. اذكر لكم تفاصيل العزم بشكل افضل في خانة الوصف، لكن الاحصنة مثل ما ذكرت 210 في محرك الهجين لأنها 2500 سي سي. أما بالنسبة للبنزين ف 2000 سي سي. أتوهقت في مواصفات المحرك، لكن يا ليت إذا نسيت حاجة أو ما ذكرت بعض التفاصيل تكتبون لنا إياها في خانة الوصف، وانا بالاضافة بكتب بعض المواصفات عن العزم وقوة المحرك في خانة الوصف. ننتقل للمواصفات الداخلية. طبعا اكثر الاختلافات الاكبر في المحرك، اما بالنسبة على صعيد المواصفات الداخلية والخارجية تقريبا نفسها، ما فيها اي اختلافات، لكن وضعيات القيادة في البنزين تختلف عن الهايبر. مساحة التخزين 5.55 لتر. كاميرا خلفية.
فتحات تكييف بالخلف، إضاءات بالسقف، مراتب مخمل أو قماش، هذه وضعية القيد اللي تكلمنا عنها. خلونا نشوفها كده. إيكو سبورت، الصخري، رمال، وضعية الثلج، السبورت، نورمال، إيكو. تقريبا 6 وضعيات في القيادة. خلونا نشوف وضعية القيادة في محرك الهجين. طبعا تحكم بالدركسون، أوامر صوتية، مثبت سرعة، شاشة 9 إنش، التشغيل بالمفتاح، مراية السقف عادية ما هي تعتيم، مرايات بالشماسات، نوافذ مرايات كهربائية. طبعا هذا الجزء بلاستيك، مساحة تخزين، البريك الالكتروني، طبعا الجير CVT، مكيف لمس، المناخ غير منفصل، التراكشن مانع الانزلاق، مدخل USB، حاملات اكواب 2، مدخل للشحن، الاضاءة اوتو، تحكم بها اوتو. هذه كافة تفاصيل ميزات فئة البنزين، اضاءة السقف عادية، بيت للنظارة. طبعا ركزوا في هذه المنطقة، راح تكون فيها بعض الاختلافات في محرك الهجين. خلونا ننتقل بعد كذا لمحرك الهجين واخر اختلاف. طبعا الاختلاف الاخير في الريموت. طبعا نسبة الوقود في محرك البنزين جدا ضعيفة، فما خلت السيارة شغالة كثير لأنه احتمال البنزين ينتهي، لكن ما في أي مخافة بالنسبة لمحرك الهجين. لأنها حاليا كذا شغالة السيارة، أساسا كذا شغالة السيارة، ما فيها أي مخافة. نفس المواصفات، شاشة 9 إنش، مراية السقف عادية، بيت للنظارة، الشماسات فيها مرايات، تحكم بالدركسون، أوامر صوتية، تحكم بعدد الرحلات، مثبت السرعة. نفس المميزات، لكن الاختلاف في الامبير. لأن محرك هجين فاختلاف طبيعي. طبعا بالنسبة لوضعيات القيادة، الإيكو والسبورت فقط، أما البنزين فتحظى ببعض التفاصيل مثل وضعية
الله يعطيني اسمه، الثلج، الثلج والرمل والصخري. الحين خلونا نشوف هذه السبورت وليكو بس فقط، هاندل بريك الكتروني، الجير في جميع في السيارتين سي في تي. فبكذا انتهينا من بتغطية تويوتا راف 4 موديل 2020 فئات البنزين والهيبر الستاندر للوكيل الحصري عبد اللطيف جميل. طبعا التغطية كانت في معرض التركي للسيارات بمكة المكرمة في طريق السيل. طبعا تتميز صالة التركي للسيارات بعدة مواصفات، مثلا البيع بنظام التأجير المنتهي بالتمليك او الكاش او التقسيط. كل اللي عليك انك تزور الفرع وباذن الله بيعطونك كامل التفاصيل والمميزات بالنسبة لصالة التركي. مثل ما ذكرت اللي عليك انك تزور الصالة وما يقصرون معك باذن الله، هذا الشيء الاول. اما بالنسبة للشيء الثاني فاختلاف السعر، اختلاف السعر في تويوتا راف 4 ما بين فئات البنزين وفئة الهيبر تقريبا 93 الى 110 تقريبا، اختلاف 18000 ريال ما بين الفئتين. اختلاف المواصفات ما فيها اي اختلافات، نفس الجنوط، جنوط مقاس 17 انش، نفس المواصفات الخارجية، بالعكس حتى نظام الجيربوكس نفس النظام سي في تي، نفس المواصفات او الجير بمعنى صح، ما فيها اختلافات. الاختلاف فقط في المحرك. طبعا المحرك البنزين مثل ما ذكرنا 2500 سي سي، المعذرة 2000 سي سي، ومحرك الهجين 2500. بالنسبة للأحصنة في البنزين 170 حصان، في الهجين 210 حصان تقريبا، العزم كذلك اختلاف بسيط في العزم. فالموضوع يرجع للمشتري او للمستهلك، وش تفضل، محرك البنزين ومحرك ولا محرك الهجين؟ اختلاف السعر تقريبا 18000 ريال، لكن محرك الهجين لها عدة مميزات تتميز فيها عن محرك البنزين، بالنسبة لقوة المحرك، بالنسبة لاستهلاك الوقود، هناك 16 كيلو هنا 26 كيلو في كل لتر بنزين، السيارتين دفع رباعي. طبعا من ناحية تكلفة الصيانة، فحسب كلام الوكالة فئات الهجين تقريبا تكلفتها أقل بالنسبة لفئات البنزين. فالموضوع يرجع لك في الأول وفي الأخير، محرك هجين أو بنزين، السيارتين مثل ما ذكرنا نفس المواصفات، نفس الميزات، نفس كل حاجة، لكن اختلافاتها كلها في المحرك. طولت عليكم بالمقطع، أتمنى عجبتكم التغطية. لا تنسون دعمنا بالقناة والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات. كان معاكم يوسف بقناة جو أوتوموبيل، في أمان الله. آخر شيء البوري، طبعا المعلومة بسيطة، طبعا المحرك المكيف أوتوماتيك في الهجين، أما في البنزين فالمكيف يدوي. طبعا كيف أوتوماتيك ويدوي؟ الأوتوماتيك بالضغط أو بمعنى صح لمس، أما اليدوي فهو الفرار، في هذه الحالة يسمونه يدوي. معلومة بسيطة، لكن بعد في هذه حاجة ثانية، المناخ منفصل ما بين السائق والراكب في الهجين، أما في البنزين فالمناخ واحد. بعض الاختلافات البسيطة، نفس الشاشة 9 إنش. في أمان الله.